شاب يعاني من الوسوسة باستمرار، قال بأنه اليوم في صلاة العصر صلى بجانبه شخص يقرأ بصوت مرتفع، فشوش عليه ولم يتمكن من قراءة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، هل عليه إعادة صلاة العصر اليوم؟ لا، ما عليه الصلاة. إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة فهو معذور، وتكفي قراءة الإمام، تكفي قراءة الإمام عن قراءة المأموم. إذا كان المأموم لم يتمكن من قراءة الفاتحة تكفيه قراءة إمامه، الحمد لله. نعم.